اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد ومهم عن اهم الاخبار العاجلة وما يحدث في العالم الان، منها شماتة اسرائيل في مصر، وايضا ما يحدث ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وايضا لا ننسى الشأن السوداني وخبر في غاية الاهمية حدث منذ قليل. تعالوا نعرف ايه اللي حصل، ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على العاجل، الاعلام الاسرائيلي بيقول دوي صفارات انذار في سديروت ومستوطنات غلاف غزة بعد اطلاق رشقة صاروخية من غزة. لغاية دلوقتي حركة الجهاد بتدي صواريخ على اسرائيل، واسرائيل بتضرب فيهم، ولغاية دلوقتي في تصعيد وفي توتر وفي ناس بتموت وبيوت بتقع لليوم الخامس على التوالي. الخبر زي ما انتم شايفين نازل من حوالي ساعتين على موقع سكاي نيوز بالفيديوهات. اليوم الخامس من مواجهة اسرائيل والجهاد اللي حصل، شهد اليوم الخامس من المواجهة الدامية بين اسرائيل وحركة الجهاد السبت تبادلا للقصف الصاروخي ادى الى سقوط جرحى في الطرفين. دلوقتي احنا بنتكلم عن سقوط جرحى في الطرفين مش طرف واحد. وثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط قذيفة هاون على معبر اسمه إيريز بيت حانون بين اسرائيل وقطاع غزة، والكلام ده النهاردة من شوية. ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة لحظة سقوط القذيفة عند احد مداخل المعبر المغلق منذ بدء العملية العسكرية الثلاثاء الماضي، واظهرت مقاطع فيديو اخرى لحظة هبوط مروحية نقل عسكرية اسرائيلية من طراز يسعور في حديقة مستشفى سروكا ببئر سبع. معنى كده ان هم كانوا شايلين فيها مصابين بنقلوهم من خلال مروحيات. وايضا اهو زي ما انتم شايفين لحظة نقل المستوطنين المصابين الى مستشفى سروكا الاسرائيلي بواسطة مروحية عسكرية. وكانت وسائل اعلام اسرائيلية افادت بان ثلاثة اسرائيليين اصيبوا من جراء سقوط صاروخ فلسطيني على مستوطنة اسمها نتيفوت بالنقب الغربي قرب قطاع غزة. واضافت ان جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة وجرى نقلهم جميعا الى مستشفى سروكا باسرائيل او باراضي فلسطين المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية ان المقاتلات الحربية قصفت منزل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وايضا من خلال طائرة حربية اسرائيلية قصفت المنزل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. واضافت ان القصف بدأ بصاروخ تحذيري قبل ان يعقبه صاروخ مدمر. وفي بيت لاهيا شمال القطاع دمرت الطائرة الاسرائيلية برضو منزل، زي ما انتم شايفين المنظر اهو البيت هو بيتدمر في غزة، ولم ترد معلومات عن سقوط مصابين في المنزل. ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية لحظات اطلاق صواريخ من بطارية للقبة الحديدية، وكانت هذه الصواريخ تستهدف اعتراض صواريخ اطلقتها الفصائل من غزة. الدنيا مقلوبة وهم الاتنين عمالين يضربوا في بعض والناس بتموت والبيوت بتخرب. ربنا يستر على الفلسطينيين وان شاء الله نصره قريب، وطبعا عزائي لكل اهل فلسطين فيما يحدث الان، ونتمنى وقف اطلاق النار وعدم التصعيد اكتر من كده. 5 ايام ولسه محدش عارف الموضوع هيوصل لغاية فين. الخبر التاني معانا بقى شماتة صحيفة اسرائيلية او اسرائيليين في مصر، يعني وكلام الحقيقة رخم جدا. انا هوريكم كل حاجة. الخبر ده لسه نازل من موقع روسيا اليوم. شماتة اسرائيلية بمصر، ترويج في اسرائيل لفيلم يشوه الحضارة المصرية بتاع كليوباترا، ده اللي هي المفروض نازل على نتفليكس ومصر كلها متضايقة لانه بيشوه التاريخ، هما بقى عاملين له ترويج في اسرائيل عشان الناس كلها تتفرج عليه. روجت وسائل اعلام اسرائيلية للفيلم المثير للجدل الذي يبث على شبكة نتفليكس حول الملكة المصرية كليوباترا، والذي يظهرها بانها من اصول افريقية. وقال موقع تايم اوت الاسرائيلي المتخصص في اخبار الفن ان ما سيتم مشاهدته الليلة على الشبكة الامريكية يشوه تاريخ وحضارة مصر داعيا لمشاهدته.
وأثار إعلان وثائقي نتفليكس غضب واسع منذ طرحه، فالملكة كليوباترا آخر ملوك الأسرة المقدونية التي حكمت مصر منذ وفاة اسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، عرفت في المراجع التاريخية دوما بأنها كانت بيضاء البشرة لانحدارها من سلسلة أو سلالة البطالمة التي لم تختلق أو لم تختلط معذرة بأعراق أخرى. وأعاد ظهورها في الإعلان الترويجي لمنصة نتفليكس ببشرة داكنة النقاش حول أفكار حركة الأفرو سنتريك التي تؤمن بأن جميع حضارات العالم كانت تضم ذوي البشرة السمراء قبل تشتتهم. وقال الموقع العبري أن عرض الفيلم على منصة نتفليكس فرصة رائعة لانضمام المشاهد الإسرائيلي إلى الجدل المذهل حول هذا الفيلم الذي يشوه تاريخ مصر. شفتوا جماعة الغل اللي فيهم؟ وأضاف الموقع الإسرائيلي موجها حديثه للإسرائيليين: يمكنكم الآن قضاء 3 ساعات للاستمتاع بهذا العمل الرائع. ووجه الموقع الشكر إلى نتفليكس على هذا الفيلم قائلا: جيراننا المصريين منخرطون في معركة ساخنة لمناقشة مليئة بالغباء الخالص والعواطف حول شيء حدث منذ حوالي 2100 عام. المصدر من وسائل إعلام إسرائيلية. والله أنا مش هتكلم عشان الواحد ما يغلطش، أنا أترك التعليق لحضراتكم. الخبر اللي بعد كده الحقيقة موضوع فلسطين، ما نستناش ما يحدث برضو في السودان. السودان يا جماعة بتعاني معاناة رهيبة جدا من الصراع اللي حصل ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. ما يحدث الآن مش قليل. في فنانة هو زي ما انتوا شايفين اسمها شادن حسين، اتمنى بقول اسمها صح، توفاها الله النهاردة ورحلت عن عالمنا. اهي رحلت عن عالمنا اليوم السبت الفنانة السودانية الشابة شادن محمد حسين اثر اصابتها بطلق ناري نتيجة مشادة كلامية مع مسلحين طلبوا منها مبالغ مالية، وذلك وفقا لما كشف عنه صحفي سوداني. ولكن في مواقع تانية بتقول انها توفت بسبب، اهي الفنانة توفت بسبب في قذيفة وقعت على بيتها موتتها، فجرت البيت وهي كانت جواه وماتت. الله اعلم هي ماتت بأنهي طريقة، تعددت الاسباب والموت واحدا. ولكن اللي يهمني في الموضوع انها اتكلمت عن هذا الموضوع ووصفت حال السودان والسودانيين ازاي، حاجة تقطع القلب. يعني الناس عايشة في رعب بجد. اسمعوا بقى الكلام. وكان اخر ما نشرته شادن عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: ورب الكعبة، معظم الناس على نفس الحالة ونحن مسجونين في بيوتنا 25 يوم والناس قدامنا بتنهب، ونحن بكل حسرة الدنيا بنتفرج على النهب والسرقة اللي بتحصل. نعم جيعانين وعايشين رعب خيالي، لكن شبعانين قيم وأخلاق، ولو متنا هنموت بكرامتنا وأخلاقنا وما هنقابل ربنا واحنا شايلين حق ما حقنا. الموت محاصرنا من كل الجهات، حباب الموت بشرف وأخلاق، ما بيصح إلا الصحيح، ربنا يرفع البلا ويجيب الخير. شايفين يا جماعة الرعب اللي هم عايشين فيه والأزمة. وقام الصحفي محمد أحمد الدويخ بإيضاح سبب وفاة الفنانة السودانية بنشر منشور على حسابه الرسمي فيسبوك: شادن تعرضت لطلق ناري على إثر مشادة كلامية بينها وبين مسلحين اقتحموا منزلها وطلبوا مبلغ مالي ضخم لترحل عن عالمنا أثناء عملية إسعافها. وأكدت أنباء محلية وفاة الفنانة والمطربة الشعبية شادن محمد حسين عن عمر يناهز 35 عام. ولمعت الفنانة الراحلة ببداية عام 2016 وهي ابنة كردفان الباحثة في تراث الأبالة وتقاليد كردفان وإيقاعاتها الشعبية، لتنجح بعدها شادن في تقديم تجربتها الفنية بمشاركة أكبر شركات الإنتاج الفني العالمية، وكانت تحرص دائما على تقديم مشروعاتها الفنية بطريقة مختلفة عن ما يتم تقديمه على الساحة الفنية السودانية. وولدت شادن بمدينة الأبيض وهي إحدى المدن التي تقع بوسط ولاية شمال كردفان في السودان، لتلتحق بعدها بالجامعة الأهلية وتخصصت في قسم الاقتصاد، لتشتهر بعدها بتقديم عدد من الأغاني التراثية والغناء للثورة. ربنا يرحمها. وأدي يا جماعة أهو الكلام بتاعها، الكلام ده من حوالي يومين قبل اللي حصل ليها.
فطبعا يعني الله يرحمها ويرحم كل السودانيين، ما بيحصل دلوقتي عندهم صعب جدا. احنا قلبنا معاكم، احنا مش غافلين عن اللي بيحصل ليكم، ان شاء الله الموضوع يتحل انتم كمان. خبر اللي معانا بقى في الاخر خبر مهم جدا، كله بيتكلم عن انتخابات تركيا. خلاص هتبدأ الانتخابات تقريبا بكرة، اول يوم انتخابات الناس هتنزل تبتدي لترشح. اردوغان لا ترشح كليتشدار اوغلو، ده اللي هو اللي نازل قصاده. فبرضو اكتبوا لي انتوا في التعليقات تتوقعوا مين اللي هيكسب، اردوغان ولا كليتشدار اوغلو في انتخابات تركيا. طبعا انا مش هقول رايي لان الراي رايكم. ده الخبر من نازل من حوالي ساعه، كل المواقع بتتكلم عن الجيل زي. فايه هو الجيل زي ده وعباره عن ايه، وهل هياثر على الانتخابات التركيه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا الخبر. خبر بيقول زي ما انتم شايفين، صباح الاحد سيجد 5 ملايين شاب انفسهم امام صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه الاكثر تنافسيه في تاريخ تركيا، وسط سباق محموم من المرشحين للفوز باصواتهم. واتفق محللون سياسيون من تركيا في تعليقهم لموقع سكاي نيوز على ان اصوات الجيل الجديد او ما يطلق عليه الجيل زي هتكون ليهم كلمة الحسم في انتخابات 14 مايو، لكنهم اختلفوا حول ان كانوا هيكونوا صالح الرئيس الحالي اردوغان ولا هيكونوا صالح منافسه اللي هو المعارض. محدش عارف هم هيختاروا مين. وحسب اللجنة العليا للانتخابات فان في 4,904,672 مواطن يحق لهم لأول مرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبيشكلوا نسبة 7.7% من الكتلة الناخبة. وفي حال الانتقال لجولة الإعادة هيكون في كمان 47,523 مواطن آخرين من حقهم الأدلاء بصوتهم لأول مرة، اللي هو وصلوا للسن القانوني للانتخاب. وأظهر تقرير لمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تركيا أن معظم الشباب اللي هيصوتوا لأول مرة هم من جنوب شرق الأناضول، والمحافظات التي ستشهد أعلى نسبة من ناخبين الشباب أما كاتبين لك أساميهم أما أقلها في حتة تانية. فمحدش عارف هل ممكن الشباب دول يأثروا في نتيجة الانتخابات ولا لأ. وده طبعا كلام كبير جدا عن ما سيحدث غدا، ولكن ملوش أي لازمة لأن دي كلها توقعات. فأنتوا توقعات حضراتكم هتكون إيه؟ هل رجب طيب أردوغان هيفوز بانتخابات الرئاسة اللي هتبدأ بكرة ولا كليتشدار أغلو اللي طالع قدامه، نظرا ما حدث طبعا من مشاكل اقتصادية وزلازل وحاجات كبيرة جدا حصلت في تركيا الفترة اللي فاتت ممكن تأثر في رأي الناس. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكان في كل اهم الاحداث العالمية. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد.